إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار. ها هي دخلت العشر عباد الله، ها هي دخلت علينا العشر الأواخر من رمضان، ومرت الأيام. كنا بالأمس نستقبل شهر رمضان الكريم، والآن نستعد أيضاً لختام هذا الشهر الكريم. فمن لم يربح في هذا الشهر ففي أي شهر يربح؟ من لم يغنم في هذه الأيام وفي هذه الساعات ففي أي الساعات يغنم؟ دخلت العشر عباد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر استنفر صلى الله عليه وسلم، واجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة. هذا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا دخلت العشر يستنفر صلى الله عليه وسلم للعبادة، ويوقظ أهله، ويحيي ليله، ويشد مئذرة، كناية عن الشدة في العبادة، الاجتهاد في العبادة. إذا دخلت العشر شد المئزر، أي اجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم. وشد المئزر أيضا كناية على أنه يعتزل نساءه ليتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه العشر فضائل كثيرة. فيا من قصرت، يا من قصرت في العشرين الأولى من رمضان، إياك أن تقصر، وعندك الفرصة، وفضل الله عز وجل واسع، وهذه منة وكرم من الله عز وجل أن أبقاك إلى هذه العشر.
أن هذه الأمة مرحومة، أمة مرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تخيل أن ليلة عبادة ليلة واحدة تعدل أكثر من 80 عاما، ما هذا الفضل الكريم وهذه الرحمة من الله عز وجل الذي أودعها لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد أن تشكر ربك أن أبقاك إلى هذه العشر لأنه اصطفاك حتى تعبده وتعود إلى ربك وتجتهد في الليل وتقيم التراويح وتؤدي زكاة مالك وتؤدي زكاة الفطر، هذه منة وفضل عظيم. ومن صام رمضان، اسمع إلى هذه المنة العظيمة والفضل العظيم، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وأخفى الله عز وجل صلاة الوسطى. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أخفاها، أخفاها لنجتهد ولندعو ربنا عز وجل. لذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان يجتهد في العبادة، وكان يجتهد ويقيم الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويوقظ أهله، هكذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. تقدموا الأمام قريبا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شتاء شديد. فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وهذه رحمة النبي بالنساء، هذه رحمة النبي بأهله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان يفعل، يحب الخير لأهله، يحب الخير لزوجته، يحب الخير لأهل بيته، لأن النبي يريد لهم الفوز في الدنيا والآخرة. فلا تحرم زوجتك، فلا تحرم أهلك، أوقظ أهلك. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، من تعار من الليل ثم أيقظ أهله فصليا ركعتين من الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله برفق فأبت لنوم غلبها، أو لمرض غلبها، أو لأرق غلبها، أو لتعب طوال النهار فأبت، فنضح الماء، فنضح الماء في وجهها، فقام فصليا غفر الله عز وجل لهما في ليلتهما. فكان النبي حريصا ينقذ أهله ويحيي ليلة ويشد مئزرة. ومن فضائل هذه العشر أيها الأحبة الفضلاء أن الله عز وجل خصها بليلة عظيمة، ليلة عظيمة القدر، عظيمة الشرف، أنزل فيها قرآنا وسورة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. من شرف هذه الليالي كما تعلمون ليلة القدر. وليلة القدر عباد الله، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في السبع الأواخر من رمضان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه سجد ليلة 21 في ماء وطين، أي أن ليلة القدر قد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليالي الوتر أوكد في 21 أو 25 أو 27 أو 29، أخفاها الله عز وجل كما قلت رحمة بنا حتى ندخل على العشر ونحيي الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يحيي الليلة بالقيام، ويجوز لك أن تحيي الليلة بالاستغفار، ويجوز لك أن تحيي الليلة بتلاوة القرآن، يجوز لك أن تدعو، لأن الله عز وجل ذكر الدعاء وذكر القرآن وذكر الاعتكاف بين ثنايا آيات الصيام. نعم، فافعلوا عباد الله ما أمركم الله عز وجل به. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تضرع إلى ربك سبحانه وتعالى، ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فتب إلى الله عز وجل أيها العاصي، أيها المقصر، أيها المفرط. أهل العصاة يرجعون إلى الله عز وجل، أهل العصاة يتوبون إلى الله عز وجل، واعلموا أن رحمة الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ولا تنسوا قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تنسى هذه الآية، كن بين الخوف والرجاء، كن بين الخوف والرجاء، واعلم أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين. روي أن رجلا قصر في 40 عاما، عصى الله عز وجل 40 عاما، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل، فنظر في المرآة فقال ربي أطعتك 40 عاما وعصيتك 40 عاما، فهل إن رجعت إليك تقبلني؟ فسمع صوتا ولم يرى شيئا، أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذا ليلة القدر عباد الله حتى تقيم العشر الأواخر كلها، فلا تفوت أي ليلة، هذا كنز أكوزيون، هذه فرصة عظيمة، فرصة عظيمة في هذا العام. واجتبانا الله عز وجل من بين الأمم واختار لنا شهر رمضان الكريم وخص لنا هذه، لتخيل أي رحمة هذه، أي رحمة أن تعبد الله عز وجل ليلة، ليلة واحدة بل بضع من الليل، ساعات قليلة، وتكتب من المرحومين، تكتب من الفائزين. لذلك يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزل القرآن ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أسلوب عظيم، هي ليلة عظيمة القدر، عظيمة الشرف، عظيمة الزمان، عظيمة المكان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. والقدر قد يطلق على القدر التضييق، أي أن الملائكة الأرض تضيق من كثرة الملائكة في هذه الليلة، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فضل الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تخيل، هذه الليلة أفضل من عبادة أكثر من 83 عاما. هل من الغبن؟ هل إنسان في هذه يضيع هذه الليلة، يضيع هذه العشر؟ والله ما لا أظن أن رجلا عاقلا، رجلا يحب الله ورسوله، امرأة تحب الله ورسولها، أن تضيع هذه العشر وتؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتضيع وقتك في قيل وقال وكثرة السؤال وفي الغيبة والنميمة والجلوس على المقاهي طوال الليل، وتضيع قيام الليل، وتضيع تهجد. إن لبدنك عليك حق، وإن ربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. تنزل الملائكة والروح، الملائكة بتنزل، الروح جبريل، جبريل قائدهم ينزل جبريل ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها، لكن بإذن من؟ بإذن الله، بإذن ربهم من كل أمر سلام. فهي سالمة من الشياطين، سلام هي حتى مطلع الفجر. قيد الله عز وجل لك الشياطين، مردة الشياطين في رمضان، وقيد الله عز وجل لك الشيطان، قيد الله عز وجل لك الشيطان في ليلة القدر، هي سالمة. لذلك كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الشمس تصبح صبيحتها تطلع ليست بين قرني شيطان، ما فيش شيطان بين قرني الشمس، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، لكن في هذه الليلة ما في شياطين، ما في شيطان أبدا. سلام هي حتى مطلع الفجر. حميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سماها الله عز وجل ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يمشي الرجل على الأرض في هذه الليلة وقد كتب من أهل الموتى، سبحان الله. فالله عز وجل يكتب كتابا في هذه الليلة، فلان سيموت، فلان سيغتني، فلان سيفقد ولده، فلان سيفقد صحته، تقدر فيها أحوال العام، أحوال العام في هذه الليلة. فيا ترى هل هتضيع هذه الليلة؟ يا ترى هتضيع هذه الأوقات في اللهو واللعب وفي المال وتفتن، تفتن في مالك، قد يأتيك المال في هذا الشهر. اسمع إلى الفتنة، اسمع إلى الامتحان، اسمع إلى الاختبار في هذا الشهر، تأتيك الأموال ويصب الله عز وجل عليك المال صبا، ويصب الله عز وجل عليك العمل صبا، ومع ذلك هل ستختار الله أم تختار ربك؟ نعم، من الناس من لا يعملون في هذه العشر، يجعلونها لله عز وجل، ويعتكفون في المسجد لله عز وجل، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، هذه خلوة شرعية، مش خلوة أهل الأديان والبدع والمنكرات، لا، ما في هذه الخلوة من بدعة، لا، هذه خلوة شرعية يحبها الله عز وجل، يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف أكمل وأفضل إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لكن يجوز الإنسان أن يعتكف في أي مسجد، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أسأل الله عز وجل
أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن لا يجعل جمعنا هذا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آمين. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا قيام هذه الليلة، وأن يكتبنا في هذه الليلة وفي هذه العشر من عتقائه من النار ومن المقبولين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على محمد سيد البشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نظرا لكثرة المطر خارج المسجد يعني أحاول أن أقصر الخطبة، لكن لابد أن أنبه على أمر عظيم. أيضا في هذه العشر صدقة الفطر أو زكاة الفطر، قلت هذه رحمة. دين الإسلام دين الرحمة، بل هي سنة مؤكدة، وهي واجبة عند بعض العلماء. زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، اسمع إلى لفظ ابن عمر، فرض، إذن هي فريضة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا زكاة الفطر، زكاة الفطر صاع من طمر أو صاع من شعير أو صاع من إقط على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. تبين الحكمة؟ ما الحكمة من زكاة الفطر؟ لكل شيء له حكمة، وإن لم نعرف الحكمة فنترك الحكمة لله عز وجل. لكن هذه الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لماذا؟ قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة يعني أكل، طعمة للمساكين. هذه الحكمة. الإنسان في نهار رمضان قصر، ذكر أمرا لا يحبه الله عز وجل، لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تجبر الصيام. هذه الصيام حدث فيه ترقيع، حدث فيه أخطاء، فهذه ترقعه، هذه تجبره. طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والصاع يقدر تقريبا ب10 دولارات. وكان عثمان بن عفان كان يخرج على الحامل، يعني على الجنين اللي في بطن أمه كان يخرج عليه، وإن لم تخرج فلا بأس، لكن هذا فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن الصاع هذا كما قلت فلا بد أن تكون طهرة، طعمة، أكل. هناك زكاة مال، لا بد أن تؤدي زكاة المال، ربع العشر، وهذه رحمة من الله عشان تطهر كل المال. لذلك الناس في هذه الأيام يخرجون زكاة أموالهم، فاتق الله عز وجل. من الناس من لا يخرج زكاة ماله وعنده الأموال وزع الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بتطهر المال وتزكي المال وتنميه وتكون سببا في زيادة المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهو القائل سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه؟ لماذا يا رب؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرج الطعام، ويجوز لك أن توكل، يعني توكل المسجد، توكل إنسان أن يخرجها. ومن الأولى أن نكفي حاجة الفقراء في المكان الذي نعيش فيه، أن تكفي حاجاتهم أولا من الفقراء. طب ما فيش فقراء؟ إذا تخرج إلى البلاد أشد فقرا، ومن البلاد كما تعلمون لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون شربة الماء، لا يجدون لحافا، لا يجدون كسوة، فتخرج إليهم. هم أولى بذلك، هم أولى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ووكل زكاة الفطر خارج البلاد. إذن عباد الله، إذا كان هناك أي سؤال حتى ضيق الوقت، والسؤال حول الجوية ضيق الوقت، أي إنسان عنده سؤال في زكاة الفطر، في زكاة المال، يأتيني بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، في هذه العشر. وطبعا لا تنسوا أبدا كما قلت، الصدقة في شهر رمضان، الصدقة لا تعدل، ليست كصدقة في غيرها، فرصة عظيمة تصدق للمسجد. المصاريف كثيرة، لابد أن تعطي، تبتعطي ربنا سبحانه وتعالى، ما بتعطيش، لا تعطي الإمام ولا تعطي العاملين ولا تعطي الإدارة، أنت تخرج هذا المال لله فقط، لله عز وجل.